أنا مدرب الوداد الرياضي كرة الماء السي قاروس. نهاية لقاء الديربي بفوز الوداد الرياضي، أش تقول على هذا اللقاء؟ اللقاء كان جيد بالنسبة للفريقين، كان واحد امتياز للوداد لحقاش لعبوا الوداد لعبوا بواحد المستوى كبير، وكان كنشكر اللاعبية اللي داروا هذه المقابلة واستطاعوا من خلالها المستوى ديالكم واش تطور مقارنة مع السنة الماضية ولا شنو كيبان لكم مقارنة من السنة الماضية؟ لا باقي ما وصلناش للمستوى تاع السنة الماضية. علاش؟ لحق السنة الماضية كانت بطولة صيفية، هاد السنة هادي البطولة هادي بطولة تاع الشتاء، الشتاء كتعرف يلا كندخلو من التدريب يلا كندخلو من الكونجي وبدينا التدريب وبدات الشامبيونة، ألوغ كان المستوى باقي الدراري ما وصلوش هذاك المستوى اللي وصلوا ليه في ليتي. شفنا غيابات، كاين كاين غيابات ديال عميد الفريق الحلواني يوسف اللي تهرس دوب فراكتور في الصباع ديالو خلال التدريب، كاين الغياب ديال انس هو اللي فراكتور ديال دوب فراكتور في الدوا ديالو، كاين عدة لعابة اللي معطوبين. بدر حتى هو ما كاينش، بدر انس ايه غيابات وكاين تألق وكاين خلاف. كنشوفوا طارق حارس طارق الحارس طارق من المدرسة ديال الوداد كرة الماء، تخرج وتألق وهذا الشيء بالسيريو ديالو بالخدمة ديالو بالمثابرة ديالو، وما تنساش بأنه هو الحارس ديال الفريق الوطني للشبان، ومازال غادي يكون عنده شأن كبير في حراسة المرمى في المنتخب الوطني والفريق الوداد. يقدر ينس يرومبلاسي كمال؟ لا لا كمال كمال شكل كمال عطاء ما فيه الكفاية لفريق الوداد، وواحد الاحترام كان كل الطريق الكمال واحد الاحترام كبير لا في حراسة المرمى لا في المعاملة لا في حبه ديالو الشديد للوداد، إذا لا مقارنة. كان عندكم واحد الاجتماع الاسبوع الماضي مع المكتب المسير الجديد، تقدر تهضرنا على اللقاء التعارفي اللي درتو في مركب بن جلون؟ كان لقاء تعارفي ما بين كوميتي جديده وما بين ستاف تكنيك ديال الفريق الوداد، لا اقل ولا اكثر. الافاق ان شاء الله ما يكون على الخير، النتائج جيده ان شاء الله ما يكون على الخير ان شاء الله. شكرا.